قرية دوما هي أحد قرى مدينة محافظة نابلس، تبعد عن مدينة نابلس 30 كيلومتر. تقع موقعها تقع في جنوب شرق محافظة نابلس. عدد سكانها 3000 نسمة. مساحة أراضيها 18,000 دنم. موقعها الجغرافي هي موقع هام وموقع استراتيجي في الضفة الغربية. عدد العائلات طبعا هي عائلتين، عائلة دوابشة وعائلة سلاودية. عائلة دوابشة تشكل 2000 نسمة تقريبا، وما تبقى هو من عائلة سلاودية. لكن هذه العائلات تفرعت يعني إلى بعض عائلات جديدة. بلد قديم قديم قديم، لأنه في القرآن مكتوب والمؤتفكات هن خمسة من القرى القديمة، اللي هي صعرة وصعدة وغمرة ودومة وسادوم. دومة من هذول المؤتفكات من قرى قوم لوط السابقة. قرية دومة تاريخيا معروفة منذ القدم، وهي بلد قديمة جدا، حتى كانت مدينة أو مملكة في التاريخ، منها مملكة سادوم. سكنت هذه القرية، وكانت مملكة سادوم معروف عنها تاريخيا هي من الممالك العريقة في التاريخ، حيث سكنت هذه المملكة في بحر الميت، وكانت منها قرية دومة، وهي كانت هي المملكة، وكانت لهذه المملكة 21 قرية أو مدينة. النسيج الاجتماعي في البلد كأي قرية فلسطينية، علاقات طبيعية جدا، علاقات محبة، علاقات ود. طبعا العائلات تتعاون مع بعضها، بتناسب بعضها يعني من ناحية النسب كمان. طبعا العائلات تقريبا معظم العائلات في بينها روابط كثيرة، إما رابطة بتكون نتيجة نسب، أو رابطة نتيجة جيرة، أو رابطة نتيجة صحبة، يعني خلينا نقول علاقة اجتماعية مميزة مثلا تولد عنها صداقة معينة. فالعلاقات بشكل عام عندنا ممتازة جدا، الروابط والنسيج الاجتماعي ممتاز جدا، يعني روابط العائلية ممتازة جدا، وروابط أيضا بين العائلات بشكل عام ممتازة. الأفراح أيام زمان، كان مثلا لما بده يجي واحد يتجوز يعملوا سهرة ليلة ليلتين ثلاث خمسة سبعة، حسب محبهم لها العريس. يظلوا في الليل يجيبوا حطب ونتش وكذا وإشي يوقدوا، لأنه فيش لا كهرباء بكى ولا في مصابيح ولا إشي. يظلوا يقضوا طول الليل تا تنتهي السهرة، هم يقضوا وغنوا يا هلب ويا هلب.
يا حليفي يا ولد، عريسنا 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 أمطر عبس أمطر عبس عريسنا، صفوا الكراسي للعريس من باب داركم لدارنا، عريسنا يا مجمله شبه القمر في مطلعه، عريسنا هكذا. لما واحد كان يموت من البلد مثلا يبقى مثلا عريس أو عريسين بدهم يتجوزوا، كنا أجل العرس سنة سنة مشان هذا اللي يعني توفى. كنا أيام زمان نعيش على الزراعة وعلى المواشي، نزرع الأرض قمح شعير عدس ترسنة بيكا فول، والمواشي من التبنات القمحاء هذا اللي نفضلهن نطعمهن للغنمات. أيام زمان طبعا كانت حالة تختلف عن الحالة الموجودة حاليا، تختلف أول حتى العلاقات الاجتماعية كانت طبعا تختلف، وطبعا المعيشة الاقتصادية كانت مختلفة. الآن تشتهر في زراعة الحبوب والأشجار المثمرة كالزيتون والعنب واللوز وما شابه ذلك، نعم هاي اللي الآن تشتهر فيهن. تربية الحيوانات قلت طبعا، كانت في فترة سابقة كان عندهم كثير من أعداد الحيوانات، إلا أنه بدأت تتقلص بحكم تغير خلينا نقول طبيعة الحياة، من وظائف من أعمال أخرى، أعمال البناء، أعمال مختلف، أعمال التجارة، أعمال أخرى ثانية. مسجد عمري اللي عندنا، المسجد عمري يعني زمان عمر بن الخطاب عمري قديم، بس هسه مضيوف عليه يعني حوالي يعني مضيوف ضيافه ومرتوب، ولا الاساس المسجد كما يعني الاوقاف ما وافقتش على هدمه موجود يعني، بس يعني التوسعات اللي تشمل عليه يعني هو مغطى شوي. أقدم مسجد هو في دومة، هو الذي يتوسط البلد، وعمر هذا المسجد أكثر من 700 عام، حيث يقال له المسجد العمري. ولكن يوجد أيضا مسجدين أخرى في قرية دومة، حيث يكون عدد المساجد في قرية دومة 3 مساجد. مدار الزمان سنة الثمان وأربعين في هذا البلد إجا شيخ من الياجور الياجور عند حيفا، يعني جمعونا الاختيارية قالوا للشيخ كل واحد بنعطيك عليه رطلين كمح وبتعلمهم، وين قعدنا نقرأ في المسجد، نقرأ في المسجد كل واحد يأخذ معه جنبية هيك تحتيه يقعد والشيخ يعلمنا. أنا قريت عند الشيخ هذا سنتين، طلعت من هان على كسرى حطوني في الصف الرابع، أروح من هان لكسرى وأرجع مشي، لا في غير طريق رجل بس. التعليم طبعا كان قليل جدا بسيط، اللي هي بسموها الكتاتيب، بجوز بتعرف والجامع وشيخ الجامع والبيضة ورقيف جوز بتسمع فيها هاي، صحيح كانت بالطريقة هاي، وكان على أساس يتعلموا بالجامعة كان يكون أحد الأشخاص طبعا متعلم لحد معين، يعني تعرف أيام تركيا، ما هي أيام تركيا كانت تعرف أيام التخلف نقدر نسميها، كان يعني مهمل التعليم بشكل غير معقول في أيام تركيا، فبالتالي كان الناس المتعلمين قلائل جدا، فكان الناس يستقدموا من بلد، إذا لم يتوفر في البلد نفسها معلم يستقدموه من بلد آخر، وبالتالي وين يقيم؟ بالجامع.
وتكون مساعدته الأكل والمشرب والكلام من أهالي الطلاب اللي بعلموهم. وطبعا بدأ بشكل خفيف، طبعا كانوا يدرسوا، كان يسموه يعني لما عند يعني بالآخر لما بيختم القرآن، عندما يختم القرآن كان يعتبر هذا وكأنه يعني منهي مرحلة عليا من الدراسة كالجامعة اليوم مثلا، مثل الجامعة في أيامنا الحالية. عدد المدارس 3 مدارس. أول مدرسة بنيت هي المدرسة الأساسية وهي في وسط البلد، ثم انتقلت إلى مدرسة ثانية وهي الثانوية في جنوب البلد، ومن ثم في مدرسة خاصة للبنات وهي في شرقي البلد. طبعا عائلة دوابشة أولا تعرضت إلى محرقة، حيث تم الاعتداء علينا من قبل المستوطنين في 30/7. هاجموا البلد الساعة 2 صباحا وتم إحراق بيت في هذه القرية وهو بيت سعد دوابشة رحمه الله. أدى هذا الحادث إلى استشهاد 3، ورب الأسرة اللي هو سعد وزوجته وهي ريهام وابنه الطفل وهو علي. طبعا المستوطنين أيضا حرقوا 3 منازل بعد الحادث هذا. حرقوا منزل لإبراهيم دوابشة، ومنزل لمأمون دوابشة، ومنزل لمحمد عبد الفتاح دوابشة. وما زال المستوطنين يهاجمون هذه البلد ويعتدون على الزراعة، أكثر شيء يعتدون على تقطيع أشجار الزيتون، كما يقومون في بعض الليالي في إحراق سيارات إذا تمكنوا الفرصة، وقاموا بإحراق سيارات أيضا. وأيضا لدى هذه القرية مر شارع رئيسي بمحاذاة هذه القرية، بقوموا بنصب كمائن للسيارات برشكها بالحجارة أو بلحق الشبان إذا تمكنوا منهم، يعني يصيبوا فيهم الأذى.